اهلا بيكم في فيديو جديد مع اللوجامب. رحلتنا النهارده لجزيره فيلا. جزيره فيلا هي جزيره في منتصف نهر النيل، وكانت بتعتبر احد الحصون المهمه على حدود مصر الجنوبيه. كان فيها معبد فيلا، وبعدين المعبد اتنقل من مكانه الاصلي على جزيره فيلا وتم تجميعه مره تانية على جزيره ايجيبت، وده كان ايام بناء السد العالي. اسم فيلا او فيلي في اللغه الاغريقيه بتعني الحبيبه، اما الاسم المصري القديم او الاسم القبطي فهو بيلاك او بيلاخ، ويعني الحد او النهايه، لان زي ما قلنا ان دي كانت اخر حدود مصر في الجنوب ايامها وحتى الان. المعبد ده مخصص للالهه ايزيس اللي غرقته في ميه النيل، وتم تقسيمه زي ما قلنا وتعاد تجميعه مره تانيه فوق جزيره ايجيبت على بعد حوالي 500 متر مثلا من مكانه الاصلي. وفي من اهم مبانيه معبد حتحور، وممكن طبعا تتفرجوا فيه على عروض الصوت والضوء بالليل. بدل بقى ما نقعد نتكلم كتير، خلينا نتفرج على المعبد وزيارتنا ليه. ودي ايزس على فكره، هي هنا دي ايزس. ايه احنا واخدين بالنا دي ايه ده؟ زي ناس كتير كده، ناس كتير كده وبيزيد. دول اسرى، اوكي دول اسرى، والعدد كبير قوي. ليه؟ احنا عندنا في الارض بتاعنا لما يكون العدد كتير بيبقوا صف واحد وشوشهم متجهه كده، حيل بيكون خطيموت تقعد ملوكنا هنا في بلدنا، ان انا اقدر احكم مصر زي ما احنا بنقول جبتهم تحت رجلك. جبت القطرة تحت رجلك، جبتهم تحت رجليكم هنا في مكانكم الأسرة. مين دول؟ احنا مصر القديم طول الوقت، عشان هو قريب مين؟ هو اصلا ما عندوش شعر خالص ولا دقن، اي حد بعيد يعني يشيل من النظافة. المعبد المكان الاصلي للمعبد، كل الابعاد دي ابعاد المعبد، اوكي؟ اه يعني المعبد كان هناك، كان هناك لما غرق ما بعدش. الله انا كنت شايلها كتير، ما تلعبوش فيها. اه طبعا تعالى هنا، هنا الطفوله، هنا كنا دي بقى مش وظيفتها الدقيق او القمح، هنا وظيفتها الاويل. كانت زي ما قلنا جوه انها بتستخلص الحاجات دي، كانت من مثلا مئات الزهور او السقان او البذور كانت تجيبهم هنا وتطحنهم عشان تستخلص منهم الاويلز او البرفيومز اللي هي محتاجاها. خلاص جينا احنا بعد كده او بعدهم، يعني الدنيا او العالم او الشعوب استخدمتها في القمح. ايوه خلاص، بس احنا بنقول احنا اصلها، وكانت قبل ايزس ما كانتش موجوده.